السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، ويكونوا أموركم إن شاء الله كلها بخير وعلى خير. اليوم قبل ما نبدأ في الوصفة إن شاء الله بغيت نقدم واحد الشكر لجميع الناس اللي شاركوا في القناة ديالي وشجعوني، فلكم مني جزيل الشكر. وإن شاء الله اللي مازال ما اشترك تنقول له مرحبا به يشترك، وإن شاء الله كاين مجموعة من الوصفات ومجموعة من الأفكار اللي غادي تعجبكم. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم شفنج ناجح 100%. إن شاء الله خصكم تتبعوا الطريقة من الأول حتى الآخر، تابعوا الفيديو من الأول حتى الآخر، إن شاء الله غيكون خير. إن شاء الله الوصفة ديال اليوم غادي خصنا كيلو تاع الدقيق، الدقيق الأبيض، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال الملح، 40 غرام تاع الخميرة المعجونة، وعندي الماء العجن. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. بسم الله، هنهز الدقيق ديالي ندير هكا، ندير الملح، هنهز الخميرة، ندير لها شوية ديال الماء، خليها ترطب. بسم الله، نخوي الخميرة ديالي، إن شاء الله تتبعوا المراحل فهو سهل. هنا كنديرو غير شويه بشويه حيت العجينه ما خصهاش تكون جاريه من الاول، خص العجينه نجمعوها ونبقاو تندلكو وتنطلقوها بالماء. داكشي علاش عجنت بيديا باش نوريكم المراحل شويه بشويه. العجينة هي تجمعات، دابا نبقاو نزيدو شوية بشوية الماء ونبداو نعجنوها.
العجينه ديالي هي وجدات تعجنات مزيان. دابا غنديرها في واحد الاناء اخر فاش غادي نخليوها تخمر، وان شاء الله غادي نرجع معكم. العجينه حولتها لهاد الزلافه، درت لها شويه الزيت من الفوق، دابا غادي نغطيها بالسلوفان. دابا غادي نخليها تخمر نص ساعه وغنرجع معكم باش نكملو. العجينه ديالي ها هي خمرات، ان شاء الله ندوزو حيد منها كاع داك الريح زعمو. وما تخافوش منها تقول راه صافي الا درت لها هكا ما غاديش باقي تخمر اولا ما باقيش غادي يطلع ليا، بالعكس هاد الريح كامل يتحيد. غادي ندهن يديكم بالزيت نجمع فيها تنحيد منها الريح ونسقوا قياس اللي نتوما غادي تقدروا. هادي باقي نصاوبوهم غير نقطعوهم نقسموهم ومن بعد ان شاء الله غادي نعاود باقي ديروهم صغار ولا كبار على حسب نتوما شنو كيعجبكم. دابا هادي جاتني انايا كبيره غادي نهزها نعاود نردها هنا ندير واحد اللي هي القياس. غادي نستمر تندير العجينه كاملها ونتلاقاو ان شاء الله نديرو المرحله المواليه. العجينه ديالي ها هي دابا مباشره غادي ندوز نطيبها. اخواتي من بعد ما ساليت العجينه ديالي وجدت واحد الطبسيل ان شاء الله بابي سويتو فاش غنحط، سخنت مزيان الزيت. هنايا عندي جوج مقالي، وحده فيها الزيت غير القياس وحده فيها الزيت شويه كثيره. بسم الله غندهني يديا وغنهز العجينه ديالي وغنبداو على بركه الله. بسم الله الزيت هنا خص تكون غير قياس غير نشوفوها هكا شدات في فراسها ونهزوها ونديروها في الزيت. هنا غنهز الزيت ونبقى نخوي من الفوق
البيض غير هزه ونقلبها. تبارك الله كيفاش كيتنفخ كيجي مقرمش. الشفنجة ديالنا هي وجدات، غنهز دابا هادي ندير نفس الطريقة مباشرة من مور غادي نحطها. غنستمر تنطيب الشفنج ديالي كامل وان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم كيفاش جا. اخواتي الشفنج ديالنا هو وجد، كنتمنى ينال اعجابكم وان شاء الله تجربوا الوصفه عندكم. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم والفكره ديال اليوم تبارطاجيوها مع الناس اللي قرب لكم، وان شاء الله ماكسيموم دو بارطاج الدعم ان شاء الله والاستمرار. وكنتمنى ان شاء الله تبقوا على خير، الى الملتقى ان شاء الله.